الدكتور محمد نور فرحات. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أنا بيك يا فندم، ممكن أعلي الصوت بعد إذنك؟ حاول أعلي صوت بشكل أعلى. يعني كنت عايز أسأل حضرتك عن فكرة، حضرتك شايف النهاردة المحاكمة إزاي بعيداً عن المشهد السياسي؟ هذه سابقة بكل المقاييس، هي سابقة تاريخية لرئيس يتحول من متهم لمدان بحكم مؤبد. طبعاً هي سابقة تاريخية في مصر. أي يا فندم. أما حدثت في دول أخرى وحدثت في دول أوروبية زي ما كلنا عارفين، في رومانيا وغير رومانيا، انما في مصر هذه اول مره حاكم مصري يتعرض للمحاكمه الجنائيه ويصدر عليه حكم جنائي ويودع في السجن. اما اذا كان سؤال حضرتك عن ملاحظاتي حول المسائل القانونيه فهناك اجابه. اتفضل يا فندم. وإذا كان السؤال عن المسائل المحيطة بالقانون وما قبل القانون وما بعد القانون فهناك إجابة أخرى. أي يا فندم، اتفضل. بالنسبة للتقييم القانوني طبعا ولا يصح أن نقيم كرجال القانون الحكم إلا بعد الاطلاع على أسبابه، والأسباب ما زالت لم تودع ملف الدعوة بعد، إنما القاضي أصدر بيانا أوضح فيه بعض الأسباب. أي فندم. إنما ملاحظتي اليوم أن البيان السياسي البليغ شديد اللهجة الذي ألقاه السيد المستشار القدير أحمد رفعت قبل بداية النطق بالحكم يكاد يكون بيان لا صلة له من الناحية القانونية ومن الناحية المنطقية بموضوع الدعوة. فالقاضي تحدث عن 30 عاما من الحكم الأسود الذي جسم على مصر والذي أبقر المصريين، في حين أن المحاكمة كانت عن جرائم جنائية محددة تتمثل في قتل المتظاهرين من ناحية وفي الفساد المالي من ناحية ثانية. جرائم الفساد المالي التي كان متهما بها الرئيس السابق مبارك حكم فيها بالبراءة، الجرائم التي كان متهما فيها ابن الرئيس علاء وجمال مبارك حكم فيها بانقضاء الدعوة الجنائية لمطول المدة، فلم تكن بحاجة كل هذه المقدمة المطولة التي تحدث فيها القاضي عن فساد نظام الحكم. بالنسبة لجرائم قتل المتظاهرين من المثير لدهش رجال القانون، وده يبدو انه عبر عنه احد ممثلي النيابه العامه في مداخله تلفزيونيه اليوم، ان المسؤولين المباشرين عن الامن يقضى عليهم او يقضى لهم بالبراءه، في حين ان الرؤساء الكبار الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته يقضى عليهم باقصى العقوبه وهي السجن المؤبد. طبعا في تفسير قانوني لهذا، وهو ان القاضي قد او المحكمه قد جنحت الى ادانه الرئيس السابق ووزير داخليته السابق ليس عن الاشتراك في فعل القتل الايجابي، لان المحكمه قالت ان لم يثبت ان الاسلحه التي كانت محرزه في الدعوه هي التي قدمت في جرائم القتل، انما ادانتهم عن امتناعهم عن اتخاذ التدابير الكفيله اللازمه لوقوع جريمه القتل، اللي بنسميه عندنا في القانون الاشتراك في القتل بالامتناع، وهذه اول مره يطبق فيها هذا النظر في القضاء المصري، وقد يكون محل مراجعه من محكمه الله. طيب، في كلام حضرتك دكتور نور فرحات في اكتر من تفصيلة اكيد عايزين نتناقش فيها ونرجع عليها ونسمع تعليقات ضيوفنا الكرام ما لها علاقة بالجوانب القانونية وما تفضلت به الشق السياسي زي ما سميته البيان السياسي اللي بدأ به القاضي احمد رفعت. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري المعروف.